خلص حطها عندك، عذبناك معنا. ماشي، عليك العافية. في أعرف ليش قلبتي خلقتك فجأة؟ أنت من وين جبت رقمة؟ مو مهم، ليش هيك ساويتي؟ ما كان يطلعك لعندي على البيت، خفت تسرقني مثل ما سرقته للختيار المعتر بالمستشفى. شو؟ بلاقي انقطع حسك، بلع لسانك كأن. وانت كرقاصة بالكباريه ما هان عليكي انه الياس فيك نشال؟ حيوان كلب سامع؟ هدي هدي شوي هدي شوي، لا تقلي، انا بحبها خفيفة. وانا بحبها تقيلة. ايه انا ما بشربها هيك. انا الضيفة هون، بدك تشربني القهوة على ذوقك؟ انت شو اللي جابك لعندي لهون؟ اخذتني على المستشفى، عم رد لك لجميل. يا ستي كتر الله خيرك، بنت اصول. باردون. اترك لي ايدي، وين الحمام؟ اول باب على ايدك الشمال. هي سالي شو جابها لايدي؟ يي؟ انت حاططهم بالحمام. بعدين ليه عندك كل هالاغراض للبنات؟ لشو بتعوزهم؟ ما نصهم مستعملين يعني ما فيك تبيعهم. وبعد في قدهم عمرتين كمان. الا اذا كانوا لصاحباتك البنات. لك خلصنا بقى. شو جابك لعندي انتي؟ مو جيت تطمني؟ خلاص يعطيك العافية، الله معك. اوه حياخد جزدان وماشية. ايه روحي فلسعي يلا. شو يعني فلسعي؟ يعني تفضلي من غير مطرود. طب شو بتعمل بالشنط المسروقين؟ اوهو علينا، خلصنا بقى، طلعي لبرا لو سمحتي. يلا يلا. الربح 70-30. السبعين إليك؟ لكن إلك؟ وليش بالله؟ مين اللي عم يخاطر يسرقون؟ أنا ولا أنتي؟ ليك ما تتزاك علي هلأ، عندك أغراض مش عارف تتصرف فيهم، إجت محسوبتك تطلع لك كم قرش منهم، حتى لو عطيتك 10% بتضلك ربحان. يي ليه عم تضحك؟ بالله من كل عقلك، السبعين إليك. ليك يا بنت الناس، محسوبك جحش حشى السامعين، يعني عقلاتي جوزتين بخرج. ولما بحس انه في حدا بده يقمصني، عيني ما بتشوف النوم بالليل. نص بنص. باع معك اشترينا، ما باع يفتح الله. مين بايسك؟ نعم؟ شفايفك مجلغمة جلغم. إذا شفايفي مجلغمة جلغم، ضروري حدا يكون بايسنا يعني؟ ها معناتها ما في غير احتمال واحد. انت شفتيني وانا جاي مع الشباك، ركضتي ركض على مرايه، مسكتيها الحمراء ورهنتي فيها شفايفك على السريع عشان تطلعي قدامي حلوه. انت كثير واقع بتعرف؟ انا؟ وبلا اخلاق. صلي علي مش فعلك، عم نمزح معك، شو صار؟ ايه انا مش عم بمزح، ولو لعيب كنت هلا شو حطك من البيت. اللي هي انه انا ما كان لازم اجي من الاول. واعتبر انه حدا بايسني، انت شو خصك؟ فلتي ايدي هيك شبك بدي روح. انت بعمرك ما سحبت صح؟ انت ما دخلك. وبعمرك ما حبيت. مو صح. بلا صح. لو قاطع عليك مرة واحدة حبيتها بحياتك كانت علامتك تكون أطرى من هيك. هلأ أنت بحت أني حاطة حمرة كرمالك. ليه بدك تحطها على عيني؟ ليه بدك تقلي أنا شفتك حاطة حمرة كرمالي؟ ليه بدك تزغرني؟ طولي بالك يا بنت الناس، روقي أعصابك، أنا ما كان قصدي. اعتذر فإذا. شو ها؟ اعتذر، قول أنا بعتذر. لا تواخذينا أختي. لا مش لا تواخذينا أختي، قول أنا بعتذر. قولا. أنا بعتذر. هيك منيح. ورح نشرب القهوة على زواي تقيلة مثل ما أنا بحبها. وين المصاري بلا؟ وين المصاري؟ أي مصاري؟ في 2000 دولار مسروقين من جزداني وما في حدا غيرك أخذهم. أنا؟ لكن أنا؟ ما في حدا غيرك فات على هالبيت. أقسم بالله أنا ما أخذت شيء. ما تحلف، أحنا ما لم الجيران عليك، هالمصاري رايحين لعند أختي بالحبس، والله العظيم يصعد بشقك 100 شقفة وما بخليه ينقص منه الليرة. عم بقول لك ما أخذت شيء، والله العظيم ما أخذت شيء، بعدين قاعد حواليك كل الوقت، ما غابت عينك عني لحظة، إمتى بدي رح أقصره؟ راسي وراسك هون، إلا إذا فات شي جن وأخذهم من جزداني. لك شو بدك؟ جيت ترد لك هي. غيره. الشنط اللي عندي شو بعمل فيهم؟ رديهم على جوعتك.